بص بقى، واحد من الثلاثة عندنا لعبة واحد من الثلاثة أنا خليتها على كأس الأمم الأفريقية. أحسن. عبر التاريخ. أحسن. يعني عبر التاريخ هتختار لي واحد من الثلاثة. أوكي. خلاص يعني موافق. غيرنا بس عشان تواكب. صح عبر التاريخ دي. هتشوف. هتشوف بس هو واحد. اتفضل يا تيجي انت بقى المره دي. يلا. ما تبدا بعماره المره دي. ايه هبدا بعماره بقى كله بقى. هبدا بعماره. عماره الاول. واحد بس؟ واحد من الثلاثة. ماشي. دي لعبتنا بتاعتنا. ماشي. حصرية. ماشي. يلا. شوبير الحضري الشناوي مع احترامنا طبعا يا كابتن. يلا يا كابتن عمار. حضري. ها؟ واحد من الثلاثة أفضل حارس مرمى عبر التاريخ شوبير الحضري. وطبعا في حراس مرمى تانية كتير جدا عبر التاريخ، لكن هي يعني عبر المستويات أمم أفريقيا. هتلاقي واحد ايه من الجيل اللي فات والجيل اللي قبله والجيل الحالي. انا شرحتها اهو. تمام. واضحة. يلا واضحة. تمام. كابتن. ما انا قلت. قلت مين؟ الحضري. حضري. 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 ثلاثة حضري. طيب انت حددتها. من افضل ظهير ايمن في تاريخ منتخب مصر؟ اهو. انا؟ تاريخ منتخب مصر. احمد فتحي، النجم الكبير ابراهيم حسن، ومحمد هاني. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. ثلاثة ابراهيم حسن باجماع. الغزال. مين افضل مدافع في المنتخب؟ هاني رمزي. هو اكتر خلي بالك. سيبني اكمل والله. يخرب عليك ابراهيم حسن. اندمج واركز عشان نخلص. ملوش حل ده. ما تفكوش. يلا هاني رمزي، وائل جمعه، حجازي. هاني رمزي، وائل جمعه، حجازي. ها؟ انا؟ هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. ثلاثة هاني. ده انتوا متفقين. اوكي. في في طيب. في خلي بالك معطيات الكلام ده. وانا بنضرب اي حاجه. احراج رزه. يعني عشان انا عارف. ربيع ياسين، عبد الشافي، فتوح. ها؟ امم افريقيا؟ ربيع طبعا. ربيع. ربيع ياسين. ربيع. كل حاجه. ربيع. امم وكاس عالم. اربعه كابتن ربيع. اهو معاك اهو. مش ثلاثه. انت كمان معانا يعني؟ طبعا. اشمعنى دي اللي انت قلت؟ ما عشان كابتن ربيع ياسين بحبه. وعبد الشافي بحب. طيب حسني عبد ربه، حمدي فتحي، طارق حامد. افضل ديفندر. يلا تجاني. حسني. حسني. حسني عبد ربه. حسني. حسني. ثلاثة حسني. يعني انتوا احنا بنتكلم انجازات. طيب. يعني انجازات على مستوى صانع العاب في المنتخب، طاهر ابو زيد، حازم امام، امام عاشور. معروفة يعني. مارادونا. مارادونا. ثلاثة مارادونا. حازم امام. حازم امام. وهنا تختلف الآراء. ليه تختلف ليه؟ أهو هم حازم إمام. حازم إمام. لا ده هو حدد صانع ألعاب. ماشي أوكي. يبقى كابتن طاهر مش صانع. حازم على المستوى الدولي. وبعدين أنت بتتكلم ده بتاعنا. حازم. ماشي. على راسنا من فوق. ده حازم إمام. على راسنا من فوق. ليه طبعًا الله هو وعيلته كلها. طبعًا كل ده حاجة. حمادة حبيب قلبي. كابتن إيه اللي بعده؟ ده أبويا الروحي كابتن حمادة. أفضل جناح أيمن، مصطفى عبده، زيزو، أحمد حسن. المجري طبعا. المجري. ما يلا زيزو. 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 اتنين. ده ايه ده صانع على ايه؟ جناح ايمن. جناح ايمن. المجري طبعا. طيب خلاص. طيب انت حر. متوقف. انت جاوبته؟ زيزو. زيزو. انت ما سمعتش. معانا. لا بجد بجد. انا عايز اكد. عايز اكد. بجد؟ زيزو. زيزو. المجري. طيب خلاص. عايز تدينا في ده المجري. طيب افضل جناح ايسر، كاس، ستار، تريزيجيه. كاس، ستار. ستار مين؟ عبد ستار صبري. في ايه؟ طب مين؟ ما فيهاش جاي. تريزيجيه. 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 كاسه مش لا كاسه مش ونجري يعني كان بيميل شويه. انا كاس. ساعات كان بيلعب على انا كاس. 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 كان بيقطم لا كاسه. كاسه. هو خلي بالك الجول بتاع كاس العالم اللي رحنا كاسو. ما كاسو اللي عامل المفروض والله ما خدش حظه. كاسو مين؟ كابتن شريف عبد المنعم. يعني ما خدش حظه. طب ليه مش حاطه في ال انا بتكلم عن المنتخبات. ما خدش وقته بس. ما خدش يعني ما شفتوش المنتخب. كان جامد جدا. ما انا قلت لك انا جايبها من كاس الامم الافريقيه. يعني يلا بقى دي بقى انا ما اعرفش هتجاوب عليها ازاي. الخطيب افضل لاعب رقم 10 في المنتخب. خطيب صلاح عبد الله السعيد، وكان الله في عونكم. انت بدات بمين؟ ماليش دعوه. انا عمال اقول الاول بقى لي تلت ساعه. اتفضل انت. انا اقول الكابتن خطيب. محمد صلاح. محمد صلاح. طيب مالك؟ لا انا مالي. انت مين طيب؟ انا
هم ايه؟ عايزين رايك. انا لا لا انا لا انا عندي شويه في دي. لا بصوا بقى هو ده في ربيع جبت ربيع. بصوا بقى وركزوا في دي قوي. اه وركزوا في دي قوي. وركزوا قوي. العميد من غير ما تقول. العميد من غير ما تقول. ده حقه. افضل مهاجم في المنتخب عبر التاريخ. لا لا بابان بابان عماد متعب بابان مصطفى محمد كابتن اسماعيل له راي والعميد حسام ليه راي في الموضوع. اه ليك راي حسام حسن. والله كنت عارف كده. بابان طبعا مصطفى لسه قدام. اه حسام حسن أربعة بابان. حسام حسن جه النهارده من اسكندريه لعب ورجع تاني. لا والله بس على فكره هي شهادة حق. لا دي حقيقة. لا دي حقيقة. هي شهادة حقيقة. حسام يعني لحد اللحظة اللي احنا فيها طبعا. طيب نورتونا والله يا جماعة.